أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل العبرة في القصر في السفر بالمكان أم بدخول وقت الصلاة؟ وإذا جمع المسافر وقصر ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت الفريضة الثانية، هل يكتفي بالأولى أم يصلي الثانية مع الجماعة، وتعتبر الصلاة الأولى نافلة في حقه، أم ماذا يفعل؟ إذا كان السفر مسافة 80 كيلو فأكثر، وجبت عليه الصلاة وهو في أثناء الطريق، فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية جمع تأخير، لأن هذا أيسر له. وإن دخل عليه وقت الأولى وهو نازل في الطريق يشرب قهوة ولا يطبخ غدا ويتغدى ولا يرتاح في أثناء الطريق، دخل عليه وقت الأولى إما الظهر وإما المغرب، فإنه يجمع جمع تقديم، يصلي الصلاة الأولى التي دخل وقتها ثم يقدم الثانية معها ويجمع جمع تقديم ثم يركب للسفر، لأن هذا هو الأرفق به، جمع التقديم وجمع أو جمع التأخير. وإذا كان يعلم أنه يصل إلى البلد قبل، إذا كان يعلم أنه يصل إلى البلد في وقت الصلاة الثانية، هل أفضل أنه يؤخر الثانية ويصليها إذا وصل البلد؟ هذا هو الأفضل. وإن صلاها مع الأولى جمعا جمع تقديم جاز له ذلك، لأنه ما دام في السفر فله أن يستعمل رخص السفر. فإذا جمع ووصل إلى البلد قبل دخول أو في وقت الثانية فلا يعيدها، صلاها صلاة صحيحة فلا يعيدها، ولا تصلى الصلاة في يوم مرتين. نعم.